هاي جايز، عاملين ايه؟ I hope everyone is safe and healthy واخدين بالكم من نفسكم كويس. انا عارفة اني غبت عليكم كتير، بس قلت مش هفوت السنة دي ان انا اعمل لكم لستة بخمس اسوأ منتجات ميك اب جربتهم في 2021. فمش هطول عليكم عشان هو الفيديو اصلا عايزاه يبقى قصير وخفيف وتو ذا بوينت. فلو انتم مهتمين تعرفوا ايه اسوأ خمس منتجات مكياج جربتهم في 2021، يلا نبتدي. عايزة اقول بس تنويه قبل ما اقول على المنتجات اللي ما عجبتنيش خالص السنة دي، مش معنى انها ما عجبتنيش او ما اشتغلتش معاها كويس انها تبقى وحشة على الكل. الحاجات دي بتفرق من نوع البشرة، لونها، يعني طبيعتها ايه، هل هي دهنية جافة، كل الحاجات دي بتخلي ان المنتجات تختلف تجربتها من حد للتاني. فمش معنى ان هي ما عجبتنيش ان هي وحشة. لو انتوا عندكم الحاجات دي وجربتوها وعجباكوا، استمروا كملوا استعمالها عادي. بس انا هقول لكم من وجهة نظري الخمس اسوأ حاجات جربتهم في 2021، وهبدأ من الاقل سوء، يعني هم كلهم سيئين بس من الاقل سوء لحد اسوأ حاجة خالص. وفي نمرة خمسة معانا الميبلين سوبر ستي انك كريون. انا عارفة ان ناس كتير بتموت في المنتج ده، للأسف هو مشتغلش معايا، مش عارفة انا اللي جالي واحد بايز ولا ايه مشكلته. لو انا كنت جربته على فيديو قبل كده، مش فاكرة انهي فيديو، بس هحط لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن بوكس وحط لكم اللينك على الشاشة برضو. بس كان ستريكي، يعني انا بعمله كده كان بيطلع خطوط مش لون يعني اوبيك كده وواضح، وكان كل ما امشي عليه علشان املى بقى الفراغات اللي هو بيسببها كان بيعمل ستريكس تانية. فانا مش عارفة ده مشكلتي انا، هل في شفايفي مثلا مش نافع معاها ولا ايه المشكلة بالظبط، ولا هي يعني واحدة بايظة. ده اللون الوحيد اللي انا جربته، فما جربتش كذا واحد تاني بحيث اعرف فين المشكلة. هل المشكلة في اللون ده؟ نسيت اقول لكم الدرجة معايا، درجة 85 change is good. هي درجة برضو مش وحشة، بس انا حاسة برضو ان الدرجة على شفايفي لونها مش حلوة قوي، هو زي بيتشي بينك كده، حاساه نوعا ما فاقع علي. يمكن ده كمان برضو حاجة قفلاني منه، بس مشكلته الاساسية معايا الستريكس او الخطوط اللي بيعملها. انا عارفة ان ناس كتير جربته وبتحبوا، قولولي لو انتوا جربتوه بيعمل معاكم نفس المشكلة ولا لا. لو انتوا جايبين مثلا لون تاني وبتحبوه اكتبولي في الكومنتس بحيث اعرف هل يستاهل ان انا اجربه تاني ولا لا، لان انا عارفه ان في ناس كتير قوي بتحبه. وده كمان بالنسبه لي الفورمولا بتاعته مريحه جدا، على عكس اللي هو الانك العادي اللي هو الليكويد ليبستيك التاني بينشف شفايفي قوي. لكن ده فعلا كان الفورمولا مريحه، بس مشكلتها ان هي بتخطط، وكل ما اجي اعيد عليها علشان ازود اللون ما كانش بيزود اللون، كان بيزود الخطوط. معانا في نمره 4 بلاش من واتن ان وايلد، اسمه كولر ايكون بلاش في الشيد بيرلسنت بينك. ده شكل المنتج. بصراحة اول حاجة قفلتني من البلاش ده هو اللون بتاعه، برضو لون فاقع قوي، ومش بس ده كمان زي في جليتر او حاجة، معرفش انتوا شايفينه ولا لأ. هحاول اعمل لكم برضو سواتش كده، يعني هو مش باين برضو الجليتر في السواتش، حاول اعمله كده على ظهر ايدي يمكن تشوفوا دلوقتي بقى الجليتر. يعني هو باين شوية، بس يعني مش عارفه انتوا هتشوفوه ولا لا. بس فكره الجليتر ده اللي عليه، وكمان بصوا يعني باودري ازاي، ما بحبش المنتجات الباودري اللي هي بتقوم المنتج نفسه عامل بودره كده عليه. فهو كومبينيشن كده ما بين اللون والجليتر وفكره الباودرينس دي، او اللي هي الفورمولا بتاعته اللي بودره قوي. يعني حاسه ان احنا تقدمنا قوي في المكياج على ان احنا البلاشز او الحاجات دي تبقى بودره كده، يعني تحسوها مكياج تسعيناتي قوي لما تبقى الحاجه عباره عن بودره كده. يعني قولولي برضو لو حد استخدم البلاش ده ويكون مثلا كمان في لون تاني يكون يعني ما فيهوش الجليتر ده، اكتبولي في الكومنتس لو حد جربه. ومعانا في نمره 3 للاسف 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 للاسف، وكان نفسي بجد احب الفاونديشن دي لانها كمان غاليه جدا، هي الفاونديشن دي من بايت بيوتي، اسمها تشينج ميكر فاونديشن او تشينج ميكر سوبر تشارج مايسيلر فاونديشن. والمفروض ان هي فيها تكنولوجيا، حاجه اسمها مايسيلر تكنولوجي، معرفش بتعمل ايه في البشره عشان مش عارف. يعني كان في بقى كليمز كتيره قوي على ان هي يعني خرافيه،
جربتها بكل الطرق، جربتها من غير برايمر، جربتها ببرايمر، جربتها على سكين كير، جربتها من غير سكين كير، جربتها بكل الطرق، بفرشة وسبونج وطبقات خفيفة وطبقات تقيلة وكل حاجة مش نافعة خالص. الفورميلا بتاعتها غريبة جدا، تحسوا عارفين الفاونديشنز اللي هي محتاجة حد بشرته يعني حرير ما يبانش فيها ولا غلطة، هي تحسوا الفاونديشن دي عايزة وش حرير، مش عايزة وش حد يكون فيه تكشر او حبوب ولا اي حاجة. وكانت بترانسفر يعني دايما الاقي مثلا الجزء اللي تحت ده الفاونديشن رايحة منه وبتروح فين معرفش، بس راحت وبتبقى كيكي وشكلها معجن وبجد شكلها غريب جدا. وكمان ما كانتش بتثبت تحت الماسك زي ما بقولكوا بترانسفر اصلا وبتتحرك، فكان كنت اقلع الماسك من هنا الاقيها كل الماسك مليان فاونديشن. نسيت اقولكوا برضو على الشيد، انا جايبه الشيد M75، هوريكوا برضو الفورميلا عامله ازاي، شكلها غريب يعني فورميلا غريبه. هي فعلا زي ما بيقولوا هي لايت ويت او ما بتحسوش بيها على البشره، بس بصوا يعني هي شكلها ان هي تكون تقيلة شوية بس هي خفيفة على البشرة، بس زي ما بقولكم ما بتثبتش، مش بتقعد على الوش، بتبين كل حاجة في الوش من ناحية التكتشر. يعني انا بصوا شايفين مثلا التكتشر اللي عندي على دقني دي، الفونديشن بقى بتتجمع في التكتشر دي، تحسوها بتزود التكتشر بدل ما تخبيها، اي حبوب بتتمسح على طول من على الحباية. يعني بصراحة رهيبة زي ما بقولكم، حاسة ان هي تنفع بس لأي حد عنده بشرة ما فيهاش عيوب، فبجد خسارة، كان نفسي أحبها بس يعني فشلت. ومعانا في نمرة 2 بجد من أسوأ الحاجات اللي جربتها السنة دي، وبجد مش مصدقة هو ازاي البرودكت ده بيتباع اصلا عادي كده في المحلات، يعني حقيقي مش مصدقة نفسي وبندم على كل مليم دفعته في المنتجات دي. معانا في المركز الثاني اللي هو تاني أسوأ، يعني تاني أسوأ منتج، هو الميبلين كولر سترايك كريم تو باودر اي شادو بن، اللي هما الليكويد اي شادو دول بتوع ميبلين. كنت جايبة التو شيدز دول، واحد اسمه 50 هاسل والتاني 55 فلير. اللي هو 50 ده يعني مش أسوأ حاجة في الدنيا، بس ستيل لأ، يعني هو شوية على ذهبي كده، هوريكو. بصوا أنا بقالي ساعة بعمل ايه عشان بس اللون يظهر، ده الشيد اللي هو 50، هو يعني ذهبي عادي جدا مفيهوش اي حاجة خرافية يعني. اما بقى بالنسبة للشيد 55 ده شيد يعني حاجة استغفر الله العظيم، اولا الشيد وحش قوي، ده غير ان هو يعني ما بيطلعش، يعني انا بصوا حطه كذا مرة في الازازة عشان احاول اطلع اي لون، انا يعني تحسوا اصلا الازازة فاضية، يعني هو البرودكت فين معرفش. انا كل ده بحاول اطلع لكم شويه لون عشان تشوفوا اللون، اهو هو لونه بني غريب كده، رمادي غريب يعني. فدول اللونين اللي انا جبتهم، زي ما انتم شايفين بعمل مجهود عشان اصلا اطلع اللون، ولما كنت ببلندو يعني حطيته برضو على عيني وبلندو، لان محدش هيحط سوليد كولر على طول من غير ما يبلند بفرشه، يعني لما اجي بلند اللون بيختفي فاضطر احط تاني. البتاع الابليكيتور بتاعته دي خشنة بطريقة بشعة، بجد بحس ان هي بتخربشني في عيني يعني، فبجد اسوأ ابليكيتور ممكن حد يستخدمه في اي شادو، شبه الابليكيتورز فاكرين اللي كانت بتيجي، السفنج دي اللي كانت بتيجي مع الاي شادو زمان، محدش بقى بيستخدمها اصلا دلوقتي. فزي ما انتم شايفين اللون اصلا اولموست مفيش لون، محتاجه مجهود كبير قوي عشان تعملوا بيه اي لوك، وزي ما انتم شايفين اصلا يعني تحسوا الازايز فاضيه ما فيهاش برودكت. وكمان حاجه متخلفه وبكرهها في الباكجينج بتاع المنتجات، ان يعمل لك الغطا اكبر من الكونتينر نفسه، يعني بصوا الغطا ده، الغطا طوله قد ايه اكبر من الكونتينر نفسه، يعني اصلا الكونتينر يعني انا مش عارفه فين اصلا المنتج عشان هو مش موجود، يعني بحس ان هو ده كده بيخدعك، يعني بيبقى فيه صورته اوف خداع، ان تحس ان المنتج كل ده هيبقى عندك اي شادو، بس في الحقيقه انك تيجي تفتح الغطا كده تلاقي ان هو بس ده الكونتينر اللي فيه البتاع، واصلا ده لو طلع يعني. فبجد بجد اسوأ حاجة عملتها ان انا جبت 2 منه، يعني مش بس واحد، جبت 2، انا قلت على اساس هيطلع وهمي بقى ويا لهوي ومش هعمل اي شادو الا بالكده. وطبعا فكرة الليكويد اي شادو فكرة حلوة وانوفيتيف وسهلة ان الواحد يحط لون كده على عينه، يعني
لون واحد او لون شمر فوقيه ويبقى اسرع اي لوك في الوجود. بس يعني انا جبت 2 وضيعت فلوس بجد على من ابشع الحاجات اللي جربتها ever، مش السنة دي بس. ومعانا في المركز الاول في اسوأ منتج جربته في 2021 وللأسف هو برضو ميبلين برودكت، هو الميبلين تاتو براو مايكرو بن تنت. وللأسف المنتج ده كان ليه بوتنشل حلو قوي لو هو اتعمل صح. خليني برضو اوريه لكم. هو القلم الحواجب ده المفروض ان السن بتاعه بيبقى فيه يعني سنان صغيرة كده على اساس ترسم شعرات على الحواجب. يعني اولا اول حاجة لاحظتها عليه ان ده اغمق شيد اسمه 130 ديب براون. خليني برضو ايه جنب الحاجات دي كلها اعمل لكم سواتش كده. دي السواتشز بتاعت البن ده. المفروض ده اغمق لون، اغمق لون. تسألونيش ازاي ده اغمق لون اسمه ديب براون، والمفروض ان هو ده يليق على حد مثلا بشرته سمراء او كده. انا يعتبر من يعني لايت ميديوم كده اخر. يعني قولولي لو واحده بشرتها سمراء شويه مثلا خمريه او حتى يعني الاسمر اللي هو بتاع النوبه ده هتستخدم القلم ده ازاي. غير ان هو معرفش انتوا شايفينه ولا لا، اللي هي السواتش اللي هي اللي في النص تحت دي، ده كده من السنان بس. لكن لو تقلت عليه شويه علشان احاول اظهر اللون ما السنان بقى خلاص بتروح وبتنزل على الحته الفلوماستر نفسها اللي هي تحت السنه. معرفش انتوا شايفين يعني هي الحته اللي تحت السنان دي، فبتقلب ان هي بوتشت بني بدل ما هي فكرتها ان هي ترسم شعرات كده، بتقلب ان هي بوتشه بني في وسط الحاجب. ومش بس كده، مع اول رسمتين في الحاجب البتاع ده بينشف بسرعه جدا، فاللي هو لازم الواحد يقفله ويغطيه شويه وبعدين يفتح يرسم تاني وبعدين يغطيه ويقفله شويه وبعدين اللي هو ليه يا جماعه. هو فكره البن الاي براو بن ان هو يترس زي الايلاينر كده. هو يعني لو الايلاينر بينشف بتبقى حاجه وحشه، فبالتالي نفس الحاجه لو قلم الحواجب بينشف ملوش اي لازمه. الواحد بيرسم يعني فكرته ان هو يبقى بسنان كده فاهم، تك 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 وخلصنا. ففكرة ان هو مع اول سوايب ينشف ده يعني فشل ذريع، فشل ذريع بجد. وبجد ندمانة ان انا جبته مع ان هو فكرته حلوة جدا. انا جبته اصلا عشان الفكرة. واللي ما يعرفش فيه قلم شبهه بالظبط من بنفيت، طبعا بنفيت ماركة بتتباع في سفورة فالسعر اغلى بكتير، بس كل الناس بتتكلم على ان بتاع بنفيت حلو جدا. فانا برضو يعني عايزه اجربه في 2022 يمكن يطلع بقى من احسن منتجات 22. وكمان يعني حاجه يعني هي ممكن تبقى هبله شويه، بس زي ما بقول لكم علشان احاول اطلع لون البتاع نفسها خشنه قوي ورخمه، وبحس ان انا بقعد اخربش في حواجبي عشان في الاخر اللون ما بيبانش اصلا وما بيظهرش لان هو لون فاتح وانا شعر حواجبي اسود. فدول كانوا اسوأ 5 حاجات جربتهم في 2021. قولولي لو عندكم في اي حاجه من دول جربتوها وبتحبوها اكتبولي في الكومنتس. بس لو لسه ما جبتوش الحاجات دي وكنتوا بتفكروا تجيبوها، بجد وفروا فلوسكم في كميه ميك اب احلى بكتير يعني في الدنيا موجوده. بجد دي حاجات ما تستاهلش تدفعوا فيها ولا مليم. قولولي لو عايزين تشوفوا احسن 5 منتجات في 2021. السنه اللي فاتت فيديو اسوأ 5 منتجات عمل فيوز احسن من بتاع احسن منتجات. الناس دايما بتحب تشوف الحاجه اللي هي النيجاتيف يعني او السلبيه. بس قولولي لو انتوا عايزين تعرفوا ايه احسن 5 منتجات ميك اب جربتهم في 2021. انا هبقى مبسوطه لو انتوا قلتولي كده في الكومنتس وهعمل لكم الفيديو على طول. وبما اننا داخلين على السنه الجديده قولولي افكار جديده لفيديوهات عايزين اعملها في 2022. وكل سنة وانتم طيبين. و thank you so much for watching. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتشغلوا النوتيفيكيشن بيل عشان يجيلكوا نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد. وبس كده، باي.